في الفيديو السابق شفنا مدينة بي بازاري وتجولنا في شوارعها الأثرية والتاريخية، وشفنا السوق الأساسي في مركز المدينة والعديد من المعالم التاريخية الموجودة فيها. جربنا الأكلات الشعبية والحلويات والمشروبات، والآن في الجزء الثاني من زيارتنا لمدينة بي بازاري رح ناخدكم في جولة لأهم المتاحف الموجودة في المدينة ونتعرف على تفاصيلها أكثر وأكثر. وأول هذه المتاحف هو ترك حمام موزيسي، متحف الحمام التركي بدخولية رمزية جدا عبارة عن 10 ليرات تركي فقط، وهو متحف صغير مخصص لتاريخ الحمامات التركية وتقاليدها. وهنا بدأت الفتاة المشرفة في المتحف لتخبرنا بجميع التفاصيل التحف والمعروضات الموجودة في هذا المتحف، بداية من تقاليد الحفلات والأعراس التركية القديمة التي كانت تستمر لمدة 7 أيام، والتي من عاداتها أيضا زيارة الحمام التركي. Burada ise hamam anası oturmuş. Hamam anası burayı çalıştıran kişi. Şöyle bir yöntemden de gösterebilirim. Hamam diye de geçer. Giditler ayakkabılarını alın deniliyor. Burada ise enerjilerini yapmışlar. Gezebilirsiniz. Bu sonucu da ben buradayım. وبعد الاستماع لهذا الشرح والتفاصيل التي تتعلق بعادات وتقاليد الحمام التركي، بدأنا بجولتنا داخل المتحف لرؤية الأدوات والمواد المستخدمة قديما في الحمام التركي، من المواعين والبشاكير وأدوات الحلاقة وغيرها. Home underwear is this. وثاني المتاحف التي قمنا بزيارتها هو ياشايان ميوزيسي، أي المتحف الحي. دخولية هذا المتحف هي 35 ليرة تركية. تأسس المتحف الحي في 23 من أبريل عام 2007 من قبل عالمة الثقافة دكتورة سيما ديمير. الهدف من المتحف ليس فقط حماية للقيم المادية، ولكن أيضا للقيم غير الملموسة والروحية. Çatıda akan kar sularını, yağmur sularını burada biriktirmişler ve o dönemin temizlik ihtiyacı için kullanmışlar. Yapıda iki mutfak bulunuyor. Çünkü eskiden haremlik selamlık var. Haremlik selamlık olduğu için de bu alanda bir kapı bulunuyor. Burası bir mahkeme.
Tabii zamanında bu dolabı farklı maçlar içinde kullananlar olmuş. Eski bir rivayete göre yine böyle büyük yapılı konakların birinde haremde çalışan bir kız ve bir genç birbirine tutulur. المتحف الحي هو متحف الثقافة التطبيقية الأول والوحيد في تركيا، وهو أحد أمثلة العمارة العثمانية المتأخرة. هذا القصر تم بناؤه على يد علي بيك ابن عباس زاد، إحدى العائلات المعروفة في بي بازاري، ويستخدم اليوم كمتحف كما ترون. Kayıklarda tereyağlarını, ayranlarını yapmışlar, teknede hamurlarını yoğurmuşlar. Burayı da kışlık mutfak olarak kullanmışlar. Ve hunâ ra'eynâ ehd al-âdât ve al-taqalîd al-mevcûdâ ve al-mutawârâtâ kadîmen. Alâ ve hiyâ sab al-ma'dan al-mashûr lihimâyet al-aşkhâs min al-aynî ve a'mâl al-sihri ve al-hasad. Hâzâ al-amr leysa lehû aslun fî dînînâ. فدعونا منها ومن كلامها. وهنا قاموا بعرض بعض الفن الملموس الذي كان يستخدم قديما، مثل المطبوعات الحجرية والزيزفونية والرخام. Lindenmuradi'ni tercih etmişler çünkü yapısı damarsız olduğu için kolay şekilde oluyor. Kırılma, kırılma çatlama gibi özelliği bulunmuyor. Bu yüzden Lindenmuradi'ni tercih etmişler. Her konuda bir anlam yüklemişler mi? كما يوجد في الطابق الثاني مثال حي على التصميم الداخلي للمنازل القديمة في تنسيق غرف النوم وصالات الجلوس وباقي غرف المنزل. Öbür odalardan tek bir farkı burada tavan işlemeciliği var. O da başak motifi. Başak motifi de bolluk ve bereket. اهتمام بالتفاصيل عجيب. سقف غرفة نوم الأم والأب على شكل سنابل القمح، وهو رمز للبركة. وأيضا من الفنون المشهورة قديما هو عروض الكراكوز والحكواتي. المتحف الحي يستحق الزيارة فعلا. والآن إلى وجهتنا التالية. وها نحن ذا أمام كينت تاريخي ميوزيسي، دار التاريخ والثقافة. تكلفة دخول المتحف
هي 2 ليرة تركي فقط. القصر البالغ من العمر 150 عام والذي تبرع به حافظ محمد نور الدين للإدارة الإقليمية الخاصة لمحافظة أنقرة، فقد كان مدرسة باسم رستم باشا والتي بنيت عام 1928 وتم استخدامه كبيت التاريخ والثقافة في بيك بازاري منذ عام 1997. في المتحف يتم عرض أعمال تعكس ثقافة وتاريخ بي بازاري ومنطقتها والعديد من القطع الأثرية التاريخية من العصور الرومانية والبيزنطية والعثمانية، وهنا نرى تاريخ مدينة بي بازاري من العصور الأولى حتى الوقت الحاضر. يمكننا رؤية النماذج والآثار والتحف القديمة وجميع الوثائق في متحف تاريخ المدينة. يحتوي أيضا على أرشيف مهم جدا للبحث الشخصي، يقوم بأخذك في جولة ما بين ماضي وحاضر مدينة بي بازاري إلى أصغر التفاصيل. في المتحف تجد فرصة لفحص تاريخ المنطقة عن كثب في 5 أقسام، هي العصر الأول والعثماني والسلجوقي وفترة التنظيمات وفترة الجمهورية وبي بازاري اليوم. بي بازاري بلدية باشكانت لاري، هنا صور لرؤساء بلديات مدينة بي بازاري منذ عام 1912 إلى عام، تفوت عليها عديد من رؤساء البلديات إلى عام 2014-2019. طريقة عمل يورك لوبيدا. يا سلام. وإلى هنا تكون قد انتهت جولتنا في مدينة بي بازاري والتي تعرفنا فيها على تاريخها القديم حتى حاضرها المعاصر. إذا أعجبكم الفيديو حطوا لنا لايك واتركوا لنا تعليق جميل مثلكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تشوفوا كل جديد في ولاية أنقرة. ألقاكم على خير، سلام.